ولكل الناس اللي ممكن تكون أول مرة تعرف إنه عندنا فقرة خاصة في صباحات سودانية، هي فقرة تسمى عيال في البيت. الفكرة منها تشجيع الأطفال على إنهم يبرزوا مواهبهم، تشجيع الأهالي إنهم يكتشفوا الجوانب الجميلة جدا في أطفالهم، وخاصة في الفترة دي اللي هي فترة الحجر المنزلي. واحدة من الأطفال اللي رسلوا لنا أهلها اكتشفوا إنه عندها موهبة جميلة، روان، هتكون معنا من خلال فقرة عيال في البيت. نمشي نتابعها ونرجع نتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم. أنا اسمي روان عبد الرازق، واليوم أنا حابة أتكلم لكم عن أنا بعمل شنو في أوقات الفراغ حقتي. في أوقات الفراغ حقتي أنا بعمل جدول بمساعدة ماما وبابا، والجدول ده بيكون مكون من الاستراحة، بيكون مكون من دراسة القرآن الكريم، بيكون مكون من الحاجات اللي أخذناها في المدرسة زي الرياضيات الهيستوري كده، وبيكون مكون من أعمال منزلية، وبيكون مكون من الصلاة والإفطار. وفي وقت الاستراحة أنا بقوم أكتب قصص إنجليزية، بكتب قصص عربية، بقوم كده ده كل يوم كده بكتشف هواية حقتي. وأنا حابة أقول لكم يا أطفال، أنتم ممكن تعملوا زينا، تعملوا جدول مع بمساعدة ماما وبابا، وممكن يعني كل يوم تكتشفوا حاجة، تعملوا كل يوم حاجة مختلفة وحلوة وجديدة. وأنا نرى أقدم لكم ثلاثة نصائح. الأولى إنه ما تمرقوا بين الشارع، والثانية ما تلعبوا في الشارع، والثالثة ما تمشوا للزيارة. وأنا حابة أقول لكم حديث عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع بالأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت خليك في البيت بأمر رسولنا الكريم. وفي الختام أنا حابة أشكر العملاء كلهم، الناس كلهم اللي بيشتغلوا في الأوقات دي في مرض كورونا من أجلنا ومن أجل السودان، وشكر خاص للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي. خليك في البيت. شكرا. شكرا لك انت كمان يا روان، ودي من الحاجات الحلوة انه في كل مرة نكتشف انه احنا عندنا مواهب موجودة عند الاطفال ممتازة جدا، وهم ديل الجيل الحبن السوداني ان شاء الله، فخلونا نهتم بهم كويس وخلونا نركز معاهم.